النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية، ملخص الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة. هناك منخفض جوي من الدرجة الثانية يتوقع أن يؤثر على المملكة اعتبارا من ساعات عصر ومساء يوم الخميس، ويمتد حتى ساعات مساء يوم السبت، وهو طبعا بالمناسبة منخفض جيد وسيجلب الأمطار بمشيئة الله تعالى. والطقس الشتوي وطبيعة الأمطار ستكون أمطار رعدية، وتعود الأجواء للاستقرار من جديد نهار يوم الأحد. بداية نستعرض معكم صور، آخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي تشير إلى تدفق كميات كبيرة من السحب والحزم الماطرة في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. هذه السحب والغيوم هي مرافقة لتشكل منخفض جوي، كما تحدثنا هذا المنخفض هو من الدرجة الثانية. سيتحرك الاتجاه المنخفض نحو الشرق، وبالتالي ستعبر هذه الحزم والغيوم الممطرة والرعدية باتجاه هناك خلال 48 ساعة القادمة. سنستعرض بالتفصيل التوقعات بعد قليل. خرائط الضغط الجوي، والتي تشير إلى تمركز منخفض جوي فوق حوض جزيرة قبرص. هذا المنخفض الجوي يتشكل نتيجة تدفق رياح باردة من أوروبا نحو شرق البحر الأبيض المتوسط، وطبعا هذه الرياح باردة هي غير معتادة لمثل هذا الوقت من العام، وستعمل على حدوث انخفاض كبير جدا على درجات الحرارة. هذا المنخفض الجوي يتوقع أن يستمر بالتمركز في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط نهار يوم الجمعة، ويؤدي لتدفق تيارات هوائية باردة ورطبة نحو عموم مناطق شمال ووسط المملكة على وجه التحديد. المناطق الجنوبية المملكة تخضع لتأثير مرتفع جوي ممتد من الأراضي المصرية، وبالتالي التركيز الأكبر لهذا المنخفض هو في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. وكما نلاحظ يبدأ هذا المرتفع الجوي تدريجيا بالتحرك نحو الشرق والشمال الشرقي، لتعود الأجواء مستقرة اعتبارا من نهار يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. توقعات الأمطار بمشيئة الله تعالى حسب المحاكاة الحاسوبية، مع ساعات صباح يوم الجمعة تتهيأ الفرصة لهطول الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى. هذه الأمطار ربما تكون أحيانا رعدية، وهذه الأمطار طبيعتها في هذا الوقت العام أن تكون ذات غزارة شديدة، ولكن في أوقات محددة. بعض الأمطار إذا محتملة على المرتفعات الجنوبية مع ساعات صباح يوم غد، لكن مع ساعات النهار تشتد غزارة الأمطار في عموم المناطق الشمالية والوسطى. هذه الأمطار كما ذكرنا تكون رعدية الطابع ذات غزارة عالي في نطاقات أحيانا جغرافية ضيقة، وبالتالي لا يستبعد أن تكون هناك تشكل الأودية وتشكل عفوا للسيول وجريان الأودية في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى في المرتفعات الشمالية والوسطى من المملكة بمشيئة الله تعالى. وقد تكون هذه الأمطار غزيرة أحيانا ومترافقة مع تساقط لزخات من البرد بالإضافة للعواصف الرعدية أحيانا، ولكن بشكل عام طبيعة الأمطار في هذا الوقت العام تكون متقطعة وليست متواصلة. إذن هذه توقعات بالنسبة للأحوال الجوية والأمطار مع ساعات عصر يوم الجمعة. كما نلاحظ مع ساعات مساء يوم الجمعة تضعف فرص هطول الأمطار في مناطق واسعة، تبقى فرصة مهيئة لبعض الأمطار المحلية الطابع خاصة في المنطقة الشمالية من المملكة، ولكن نهار يوم السبت ومع ساعات الصباح تعود مرة أخرى فرص هطول الأمطار نحو المنطقتين الشمالية والوسطى، ولكن لن تكون بنفس حدة الأمطار المتوقعة نهار يوم الجمعة التي يتوقع أن تكون غدا أكثر غزارة مما ستكون عليه نهار يوم السبت. وتمتد بعض الزخات المطرية مع ساعات عصر يوم السبت إلى بعض الأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى. انتقالا للأحوال الجوية متوقعة نهار يوم غد الجمعة، درجة الحرارة متوقعة أن تكون 11 درجة مئوية، أجواء غالبا غائمة مع زخات أمطار رعدية بمشيئة الله تعالى. نستبشر خيرا يعني بهذه الأمطار، والتي يعني في الأمثال الشعبية يقال عنها شتوة نيسان تحوي الإنسان، فيعني نتوقع أمطار جيدة وتساهم بشكل ممتاز في السدود وحتى في الموسم الزراعي. ولكن ندعو الإخوة المزارعين سيما في المنطقتين الشمالية
الشمالية والوسطى، أنه يعني نعتمد على هذه الأمطار كونها أمطار إن شاء الله ستكون جيدة في هذه المناطق الشمالية والوسطى بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة العظمى غدا والصغرى ليلة الجمعة للسبت، وتوقعات الأحوال الجوية نهار يوم غدا في محافظات المملكة، نبدأها في إربد، أجواء غالبا غائمة مع أمطار رعدية، درجة حرارة 14 درجة مئوية نهارا 10 ليلا، في عجلون 11 إلى 7 مع أمطار رعدية، جرش بأمطار رعدية 13 إلى 8 و 15 إلى 9 في المفرق، وتحديدا في إربد وعجلون وجرش هناك أمطار رعدية، لكن الفرصة أضعف نوعا ما في المفرق، وأجواء طبعا تبقى غالبا غائمة مع بعض الأمطار. انتقالا إلى المناطق الوسطى من المملكة، في العاصمة عمان 11 درجة مئوية غدا، يعني أقل من معدلها المعتاد مثل هذا الوقت عام بحوالي 10 إلى 12 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء غدا أقرب منها الشتوية إلى الربيعية، ليلا 8 درجات، في مدى 13 إلى 7، البحر الميت 22 إلى 15 مع فرصة ضعيفة للأمطار في البحر الميت، وما دبا فرصة الأمطار موجودة ولكن تشتد وتزداد فرصة الأمطار في كل من عمان والصلب، تصل في درجة حرارة 14، تنخفض إلى 9 درجات، في حين تكون في الزرقاء 15 إلى 9 مع فرصة لبعض الزخات المطرية، ولكن الفرصة بشكل عام أضعف كلما اتجهنا جنوبا أو اتجهنا شرقا. في الكرك 10 إلى 5 مع فرصة لبعض الأمطار، أجواء غائمة جزئيا مع فرصة للأمطار في ساعات الصباح على شكل أمطار محلية، في الطفيلة 13 إلى 6، في جبال الشراء أجواء باردة جدا من 9 إلى 6 درجات مع أجواء غائمة جزئيا، أجواء مغبرة بعض الشيء مع الرياح النشطة غدا نتيجة تأثير هذا المنخفض الجوي من 16 إلى 6 درجات، وفي العقبة من 24 إلى 14 مع أجواء تقريبا ربعية وتكاد تكون لا تأثير مباشر لهذا المنخفض الجوي على أجواء مدينة العقبة. انتقالا إلى المناطق الشرقية من المملكة، في الأزرق 18 إلى 10 مع فرصة ضعيفة لبعض الأمطار، في الصفاوي 18 إلى 9 أيضا فرصة ضعيفة لبعض الأمطار، ورويش هناك فرصة لبعض الأمطار الرعدية من 20 إلى 7 درجات، ولكن إجمالا تركيز هذه الأمطار يوم السبت يكون أكثر في المناطق الشرقية مما عليه الحال نهار يوم غد الجمعة بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، إذا كما نلاحظ الجمعة 11 إلى 8 درجات مئوية مع فرصة للأمطار الرعدية نهارا، تضعف قليلا فرصة الأمطار في ساعات الليل، تعاود مرة أخرى الأمطار يوم السبت من 12 نهارا إلى 7 درجات مئوية ليلا مع بعض الضباب والغيوم المنخفضة في ساعات الليل، وتستقر الأجواء نهار يوم الأحد تقترب إلى 16 درجة مئوية نهارا 8 درجات مئوية، ونتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى. ندعوكم طبعا في ظل هذه الأجواء المتوقع أن تكون باردة للاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وعدم طبعا يعني ترك النوافذ مغلقة للغاية حتى لا ترتفع نسبة ثاني أكسيد الكربون، كما ندعوكم للانتباه من هذا الانقلاب المفاجئ في الأجواء وهبوط درجات الحرارة بلبس الملابس الثقيلة. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، ندعوكم دائما رسالتنا في طقس عرب للبقاء في المنزل، الالتزام في الحظر الشامل خلال اليومين القادمين، والاستمتاع من داخل المنزل بالأجواء المطرة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.